خلاص يا دنيا هتبقي حلوة، لقيت لقلبي في الحب نايب. أصعب حاجة في ال20 سنة اللي فاتوا دول هو حرماني من حقي في الاختيار ويا الحبايب. النجمة إلهام شاهين. فكرت بدل المرة 1000 إني أموت نفسي عشان أداري عاري وعار عيالي. إحنا كلنا غلطنا، كلنا. حرام عليك تظلمين يا صباح، ربك مظلم. أنا مش زعلانة منك يا ابن الموكوسة، أنا زعلانة عشانك يا ولد. يا ولد مرات أخوه، مرات أخوه. النجمة إلهام شاهين ضيف البرنامج بحب الإذاعة مع شفكي المنيري الأربع 10 مارس من 6 ل 8 بالليل على نغم FM. بحب الإذاعة.